أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين النذر والحلف؟ الحلف بالله، وأما النذر فهو أن يلتزم شيئا، يلزم نفسه بشيء لا يجب عليه في أصل الشرع. هو يلزم نفسه بشيء من الطاعات لم يجب عليه بأصل الشرع، هذا هو النذر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.